مساء الخير متابعي مصراوي في كل مكان، معاكم في بث مباشر من مدينة الزقازيق محافظة الشرقية، بالتحديد احنا في مستشفى صدناوي. معانا اب يدعى استاذ سامي عبد الجواد، منتظر دلوقتي على احر من الجمر خروج ابنه من غرفة العمليات، بيعمل قلب مفتوح وده تعرض، كان ابنك اسمه ايه؟ محمود سامي. محمود سامي تعرض لحادث مأساوي، كان في طفل يعتبر من قريتهم في مركز ابو حماد محافظة الشرقية تعرض لابنه بالضرب. هنعرف القصة كلها من الاستاذ سامي. الواقعة دي حصلت في منتصف شهر 2008، منتصف شهر اغسطس. الولد أصيب بإصابات بالغة وعلى إثرها هو دلوقتي في العمليات، بيتعالج من نص 8 لحد يومنا هذا بسبب الحادث اللي تعرض له على يد أحد من أبناء القرية. أستاذ سامي، زي حضرتك جماعي الله سبحانه، يعني احنا دلوقتي جايين بناء على طلبك ان ابنك دلوقتي بيعمل معاك دلوقتي، هنتكلم عن تفاصيل الواقعة اللي ابنك تعرض ليها من نص شهر 8. بسم الله الرحمن الرحيم. معاك الأستاذ سامي عبد الجواد من قرية العراقي مركز أبو حماد شرقية. تمام، علي صوتك. سامي عبد الجواد من قرية مركز أبو حماد شرقية من قرية العراقي مركز أبو حماد شرقية. أنا كنت في الغيط وجيت في صلاة المغرب على الطريق، فطبعا لقيت ابني مضروب، بقول لك الناس بيقول لك مضروب بمطوع على الطريق، طلعت اجري، ما كنتش اعرف فيه حاجه خالص. طلعت رحت بس لقيت الواد مرمي على المكان، على الحته اللي ساكن موجود عليها ديت، مخبوط في عمال الحجن يا بابا الحجن يا بابا. ابص الاقي ايه، خبطه بقول واحد خبطني بالمطوع اسمه سين الف، خدته وطلعت على مستشفى ابو حماد. طبعا عملوا لي اجراءات اسعافات اوليه وركبوا له كيس دم، بعدين قال لك لازم يتحول على مستشفى جامعه، فحولوا على مستشفى جامعه. كانت حالته خطيره. الدكتور قال لي دي مش هيسمع معانا هنا. ابنك عنده كام سنه؟ 17 18 هو بتقول سنة. في ثانيه ثانوي؟ ثالثه ثانوي 18 سنة. سنه. قول لي اللي حصل ايه؟ ايه اللي تسبب في كده؟ ده ابن الصغير جاي من صلاه المغرب، فطبعا الاخ دوت مسك زلطه في ايده كده وراح جاي خبطه في رجله. ابنك الصغير؟ ابن الصغير عنده كام سنه؟ عنده بتاع 13 13 سنة. تمام. فطبعا بوط يشوف رجله كده، راح جاي ماسك زلطة تانية وخبطها فين؟ في وشه، في عينه هنا. فطبعا ابني الصغير ده قام راح جاي معيط من ردة الفعل، راح جاي لفظ ده شتمه. راح جاي الافندي قايم نازل في تلطيش ضرب. طبعا ابني جاي من الدرس، محمود ده جاي من الدرس من مع اصحابه جايين، ففي واحد بيقول له في واحد بيضرب، عمال يضرب اخوك على السكة. راح ابني جاي مع اصحابه فبيقول الولد بس يا تضربه ليه، وبيشده من تحت كده راح مطلع الموتو غاز في قلبه على طول كده، على طول من غير تفاهم، من غير نقاش، من غير نقاش ولا اي حاجه خالص. خبطوا الموتو على طول، طلع الموتو من جنبه من هنا من جنبه وراح جه خبط الولد. طبعا اخذته وطلعت على المستشفى ابو حماد. طبعا الدكتور قال لي دوت حاله. بينك وبينك يعني بين حضرتك وبين اهل الولد اللي هو مفيش اللي تعدى على ابنك، لا في بينكم مشاكل؟ لا مثلا لا مفيش مشاكل، ما فيش اي مشاكل خالص. طب ازاي انه ممكن هو يكون مثلا يعني انه هو بيحوش عن اخوه الصغير يقوم يعمل فيه كده؟ ما هو طبعا العيال مطاوي في ايديها ال 24 ساعه، ما حدش الاثنين في سن بعض في ثانويه عامه، هو في الثانيه ودي في سنه ثالثه. ابني طبعا خدوه على مستشفى الجامعه، قال له دي خبطه نبزه في القلب وعايزه محتاجه عمليه الوقت قلب مفتوح. طلعت اجري على المستشفى هنا، طبعا الدكاتره كتر خيرهم عملوا الواجب وزياده، احنا بنشكرهم برضه، عملوا واجب وعملوا لي العمل للولا. طبعا رئيس المباحث احمد بشويخ و في مركز ابو حماد، مركز ابو حماد ومعاه محمد بدرويش قاموا بالواجب 24 ساعه، كان جايبين الولا وجايبين ابوه. طبعا حبس الولا 4 ايام عازم التحقيق، وبعد كده خد 15 في 15 في 15. وطبعا انا مش بسال وقلت لما ابني يفوق مثلا زي كده يقوم بالسلامه 30 يوم، ويقوم بالسلامه زي كده ان شاء الله اعمامي وعيال عمي قالوا هنقعد ونتراضى ونشوف ايه حق الولد فين. تتراضى على الرغم ان هو كان هيودي ابنك كان هيوديه الله، كان الله يرحمه، كان الله يرحمه فعلا. ايوه يعني.
وكنت هتراضى برضو الدنيا آه. الدنيا كده الناس اهليه برضو وهقول له هو دي قد الله ما شاء فعل وربنا افتكره آه. بس هي اجت كده من عند الله طبعا جينا بعد ما طلع بشويه كده بدات صحته تتحسن شويه رحت واخده للدكتور ياسر زغابي دكتور كبير استشاري كبير في القلب كان ابنك بيعاني بقى خلال الفتره دي كانت رجليه ورمه وبدا برضو يديله علاج اتابعه يعني. تحسن بسيط بديت اتابعه كل حد وثلاثه وخميس اخذ العربيه مثلا ب 500 جنيه تقعد لحد اوديه يعمل متابعه ويدي له علاج ويقول له تعالى الحد ثلاث وخميس يعني حوارات كده خبطت الشهر 30 لقيت يوم. ان حالته ما بتتحسنش حتى ما بتتحسنش بس في يعني هو يربو بيقدر يمشي قلت لا لازم اخده لاستشاري بره ما ينفعش برضو ايه ادني في الجامعه طبعا الدكتور دوت بيسافر المانيا دكتور اسمه ياسر زغابي دوت فابو حماد بيفتح ممكن يوم في الشهر او يومين يوم او يومين في الشهر تمام تبعته بالتليفون لقيته راح جاني قال لي احنا لازم نعمل اشعه بالصبغه عشان في حاجه في قلب الولد مش ما اعرفش بس هو اكتشفها بس مش عارفها ايه هي برضه قال لي دي في حوالي 2 سم نسوب اثر الخبطه دي نسوب في القلب نسوب في القلب خد التحاليل والاشعات طبعا قال لي لازم تعمل اشعه طلعت على الجامعه تاني قال لي راح كاتب لي تحويل قال لي ادي للدكاتره اللي عملوا العمليه وهم هيعرفوا ايه المطلوب بس انت مش تتكلم في حاجه بعد ما يكشف ادي لهم الورقه دي اديت طبعا الورقه للدكتور بعد ما كشف عليه قال لا لا استغرب الدكتور استغرب قال لي لا لازم يتحول ويعمل اشعه مقطعيه بالصبغه وعملت حوالي 8 اشعات اشعه بالصبغه واشعه مقطعيه بره في جميع اماكن هنا في الزقازيق اماكن كبيره حلوه يعني وفعلا طلع الاشعه فيها 2 ثقب ماشي 2 ثقب 2 سم ثقب ده القلب صديق نسور كان برشح ورجلين ولا ورمه بدا ياخد علاجه وكده ومش عارف ايه تمام 2 سم ايوه طبعا مشيت له في الاجراءات مشيت في الاجراءات بتاعته راح محاولين على ايه على مستشفى صدناوي هنا على مستشفى صدناوي عشان يعمل عمليه خدت الاجراءات وجيت للدكاتره هنا قالوا لا لازم يعمل عمليه فورا لان حالته مش هتسمح طبعا العمليه الاولانيه فتحوا من هنا كده حوالي بتاع 30 سم من هنا كده كده 30 سم معاك صور الولد تمام 30 سم وعملوا العمليه الاوليه والحمد لله يعني نجحت يعني حوالي 80 90% الدكاتره طمنوني قال الحاله مستقره الحمد لله وان شاء الله برضو هنشوف الدنيا فيها ايه برضو تيجي تتابعنا ما قال الوقت 30 يوم اروح يوم الاحد وثلاثه خميس العربيه اجيبها واوديها والولا ويكشفوا وفعلا اكتشفوا فعلا النسور انت منتظر دلوقتي ابنك يخرج من العمليات والله يعني منتظر دي حاجه بتاعت ربنا سبحانه وتعالى دي طبعا صوره الولد وهو العمليه الاولانيه دي العمليه الاولانيه دي العمليه اول عمليه ربنا يتمم شفاه على خير ان شاء الله طبعا بداوا بقى دلوقتي مين بقى هو بنتهم الكبيره تلوف بقى تعمل ايه بقى تروح تعمل محاضر في عمامي في عمي الكبير المهندس وابن عمي واني هنا قاعد مع الولا طبعا تروح تعمل محضر وتجيب تقرير طبيه من المستشفى عشان هي شغاله في المستشفى شغاله في مستشفى ابو حماد تعمل تقرير طبيه كمل بس ما تقولش اماكن تعمل تقرير طبيه وتطلع تتبلع تعمل محاضر في ايه في جسم ابو حماد عند احمد بشوي مره النهارده تقول لي ده ضربني ده عورني ده مش عارف ايه تاني يوم بتعمل محاضر تقصد كيديه يعني محاضر كيديه تاني يوم ابص الاقيها عامله محضر تاني في نفس الشخص ان هو اتعدى عليها بالشتيمه او ليه بالتحديد الشخص ده ما عشان خاطر دوت مهندس كبير لازم اوديه اعمل له محضر عشان خاطر ايه ضغط عليا يعني عشان اتنازل ما ينفعش ابهدل واحد مهندس كبير زي كده طب انت كنت بتقول انك فعلا هتتراضى انا كنت هتراضى وعيال ابن عمي وعمامي كلهم قالوا هنتراضى وهنقعد بس هي بتعمل كده ما هي طبعا لما لقوا العمليه الثانيه اكيد وصلها ان انت عندك لما قالوا هيعمل عمليه ثانيه نيه للتصالح كل شويه يقول الواد هياخد 15 تعال انا راح اصالح 15 يوم وابني بيموت يعني ابني بيموت دلوقتي انت ناوي تتصالح ولا ناوي تكمل في اجراءاتك احنا ان شاء الله ربنا يسهلها بس يقوم بالسلامه هو يقوم بالسلامه انا ما اعرفش ربنا سبحانه وتعالى هيفتكره ولا هيقوم ما اقدرش اتكلم في القصه دي خالص خالص نهائي راح تاني مره تاني بعد يومين من ثلاثه راحت عامله محضر في ابن عمي اللي هو في الشرطه دوت برضه نفس الحوار سب وكذف وشتيمه وبتاع عشان ايه تضغط عليه من ناحيه هو كمان يعني جايبه الرؤساء الكبيره عشان تضغط عليا عشان اتنازل طب هي ديت انت بتعمل لي محضر كيدي اتنزل في واحد بموت مطوع
يعني ضرب مطلق. والولد الثاني اللي هو ضرب ابنك يعني ازاي يبقى ماشي وطفل مثلا عنده 16 17 سنه ماسك مطوه؟ والله دي هي بتاعتهم هم. هم بيمشوا معاه مطوه دي بتاعتهم هم. هو على طول كده على طول ايه مطوه في ايديهم؟ هل كان ليه وقع قبل كده تعدى على حد؟ كان في متعدى على ناس قبل كده وراحوا دفعوا فلوس وكل شويه يقولوا مثلا ايه ده هو غلبان هيتراضى. هو غلبان هيتراضى. دفعوا فلوس لاهل الولد لاهل الولد الثاني اللي اتصالح. دفعوا له فلوس عشان يتصالح. وقع قبل كده تاني برضو واحد برضو ضربين زي كده برضو بسوا على دماغه وقصه وحوارات. يعني انت لو نزلت حضرتك البلد عندنا في قريه العراجة او مركز ابو حماد ديت هتسالي تسالني مين 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 اني عاوز من كلمه تاني سامع عبد الواد من عيلته وسالم. تقصد ان سمعتك طيبه يعني؟ الحمد لله. ومالكش مشاكل معاهم او مع اي حد؟ ما فيش مشاكل مع اي حد من البلد. مع اي حد من البلد خالص. وعيالي اللهم صل على الحمد لله محمد في رابعه كليه طبيب ومحمود في ثالثه ثانوي واحمد الصغير داخل اولى ثانوي السنه دي الحمد لله من الجامع للبيت. يعني كل ذنبه ان هو كان بيخش عن على اخوه نازل ضرب في اخوه صغير. اخوه صغير بزوجه كده بيقول له عيب يا اخي بتعمل ليه كده بتضربه ليه وشده راح لفندم طلع المطوه وغزه في قلبه على طول ضربه موت. اقسم بالله دمه الصف على السكه وانا اللي جبت من غطي جيت طلعت اجري. ابنك دلوقتي كمان يعني بين الحياه والموت زي ما بتقول الى جانب كمان انه تعطل عن الدراسه. تعطل عن الدراسه وفي ثالثه ثانوي. ثالثه ثانوي والله بين الحياه وبين ايه ربنا سبحانه وتعالى. وانا برضه الحمد لله يعني كرم ربنا كبير علي وعلى ابني ان شاء الله عشان انا ماشي في زرع في الحيطه جنب الحيطه كده ما فيش حاجه ما بعملش مشاكل مع اي حد خالص. انت يعني طلبك ايه او كنت عايز تصور؟ انا بناشد المسؤولين واعضاء مجلس الشعب على دره ابو حماد يقفوا جنبي ويجيبوا حق ابني وبناشد اي مسؤول في البلد. اولا خلي عندك ثقه في الله الحمد لله في رجال الامن عندنا ورجال القضاء ان شاء الله بين الحياه والموت يبقى في وعمالين يضغطوا علينا من جميع الجهات وبهددوني بهددوني تهديد كده تهديد ان ما اصطلحتش هنعمل ونسوي. انت قلقان منهم خايف منهم؟ لا ربنا معايا وعيال عمي معايا وعيلتي كبيره في البلد عدي مش شويه الحمد لله بس مش بتعود مشاكل. مش عايز تعمل مشاكل مش معاي. عايزين مشاكل من اي حد. الناس تتراضى واخد حق ابني زي ما ربنا بيقول سبحانه وتعالى. طيب يا استاذ سامي احنا عرضنا مشكلتك وان شاء الله يعني صوتك واصل الحمد لله مش كل ربنا يجيبه حلو ان شاء الله ربنا يتم مش فاق ابنك بس كده. المحاضره الكبيره اللي تعملها في عمي المهندس الكبير اللي هو مال الدنيا كلها كده ومال البلد وابن عمي برده نفس النظام برده وشغال في الشرطه راجل برده كويس ومحترم سمعته الحمد لله سبقاه هو وعمي واحنا سمعتنا انا راجل في الهيئه السكه الحديد الحمد لله سمعت سبقاني برده يعني الحمد هم واخدين عمك واهلك كبش فدا ليك كبش. يعني اول امبارح البيت طلعت على الطريق راحت شات اسمح لنا احنا هنتواصل مع الطرف الثاني فبرضه لازم يعني نتباين من الطرفين. انت حضرتك شرف في اي مكان وانا موجود هنا اعتبرينا ما فيش حاجه تنزلي حضرتك البلد هنعرض الراي وتشوفي الدنيا فين تشوفي عاوز من المكان لكن في كل الاحوال احنا طبعا يعني متعاطفين مع ابنك الحمد لله الطفل الحمد اللي يوصل للمرحله دي والحاله الصحيه قصه التهديدات بتاعتهم ديت انا انا قدهم وجدور الحمد لله انا قدهم وجدور. طيب التهديدات ديت مش عاوزها انا. ايوه طبعا يعني احنا يعني ان شاء الله ربنا معاك وان شاء الله ربنا يتم شفاء ابنك على خير. الله يخليك يا استاذ وزي ما قلنا سعدت برضو اشكر الساده المسؤولين احمد بشويخ على المجهود اللي عمله. المجهود اللي عمله صحيح يعني عمل مجهود جامد. هو وبتعود شغل قضاء الشرطه وانا برضو القضاء بتاع مصر القضاء عادل وان شاء الله هجيب حق ابني باذن الله.